مرحبا بكم. عندما يختلط جمال المكان بأبعاد لا متناهية للزمان، تتراءى لك روعة كل شيء في مدينة الصويرة، حاضرة عرفت منذ الأزل كونها مهدا للتصالح مع الذات والتسامح وتقبل الآخر. وعند حضور معطيات بهذه القيمة، لا يستغرب أحد عند اكتشاف مميزات مهرجان الأندلسية الأطلسية الذي أطفأ هذه السنة شمعته 14، وأشعل في قلوب العديدين شغفا بفن حافظ المغرب على رونقه، وأسس من خلاله موعدا ثقافيا يعتبر منصة للتحاور بين الأديان، وامتدادا طبيعيا لدور بلد أضحى غنيا بفضل تراثه وعمق تاريخه. هي 3 أيام إذن كان أساسها حوارا مفيدا وتقربا لفنون ذات قيمة، وإعلاء لحلم تسامح وسلام يعمان أرجاء المعمور. Depuis 14 ans, nous avançons. نحن نتطور منذ 14 سنة، وفي هذه الدورة لمسنا غنى كبيرا، ولم يكن المغرب أبدا أكثر ترسخا ورمزية من هذه الأوقات، في وقت تفقد فيه قيم كثيرة في محطات متعددة. الصويرة اختارت أن يكون لها موقع في فضاء القيم والثقافة والحفاظ على التراث، وهذه المباني التي تختزل قصصا رائعة نحافظ عليها كذلك. لقد بدأنا سنتي 91 و92، ومنذ ذلك الوقت أظن أن التاريخ أنصفنا وثبت الصويرة كباخرة أميرية، وصف هذا الساحل ساحل مغرب منفتح وغني بتنوعه. مغرب متنوع بفضل إقبالها على ثقافة الغير يستهلكها ويستنتج منها المعاني والعبر دون عقد، ما دام الفن رسالة نبيلة تجمع مواطني العالم حول قيم التسامح والسلام. الاختيارات الفنية للمهرجان صبت في هذا الاتجاه مع فتح الباب لفنانين من أعمار ومشارب مختلفة. الحال مهرجان الأندلسية الأطلسية عنده خصوصية مقارنة مع المهرجانات التي تأخذ الموسيقى الأندلسية المغربية محورا لها. بطبيعة الحال الرهان الكبير هو هذا رهان التعايش والتساكن، اللي يمكن نقولوا أن مدينة الصويرة هي الوحيدة اللي يمكن تلقى فيها هذا الشيء، باعتبار أنها كانت دوما وأبدا مهد لهذا التساكن والتعايش اللي كيعرفوا المغرب أجمع، ولكن على الخصوص مدينة الصويرة. رهان أساسي بالنسبة لهذا المهرجان هو خلق تلك اللحمة بين الشعوب، وجعل الموسيقى هي اللغة السائدة بين الجميع بدون بغض النظر على الخلفية الدينية والخلفية العرقية أو الإيديولوجية، لا يعلو الصوت على صوت الموسيقى. رهان آخر أساسي هو رهان الشباب ورهان الاستمرارية. نعرف أن الموسيقى الآن في وقتنا الراهن قل ما يهتم بها الشباب، لذلك نولي عناية كبرى للشباب وللخلف، ونعطيهم الفرصة لكي يبرزوا مواهبهم. والكثير من الأصوات التي تعج بها الآن الساحة الفنية كان مرورها وأخذت تأشيرتها من هذا المهرجان، مهرجان الأندلسية الأطلسية. مجموعة ديال الناس اللي كيجيو من خارج المغرب وكيكون عندهم الولع ديالهم بالموسيقى الأندلسية المغربية على الخصوص، بالرغم من أنهم طلعوا عليها من خلال التسجيلات، إلا أن في الصويرة كيكون ورش مفتوح للقاء مجموعة ديال المعلمين اللي كيكونوا حاضرين. مثلا كان معنا الأستاذ الأمير الأكرامي، كان معنا عبد الرحيم الصويري، كان معنا حي ملو، كانت معنا مجموعة ديال الأصوات الشابة، وكانوا عازفين ما راح تم الشباب في اليوم الأخير. فتقنية العزف في الموسيقى الأندلسية في المغربية تقنية متطورة، الحفظ
موجود وجيد، طريقة الأداء هي متميزة. إذا هاد الناس كيجيو يحاولوا يستلهموا الطريقة المغربية في الأداء ويزيدوا يقووا المدارك ديالهم بعد ما تعلموا مباشرة فقط من السي دي أو حفظوا عن الكاسيت. فقرات فنية عدة أثبتت أن اختلاف الأصول والديانات تذوب وسط روعة الأنغام وعمق الكلمات. فنانون أعادوا الحاضرين إلى سنوات العطاء الجميل وذكروا الجمهور داخل المغرب وخارجه أن الصويرة تبقى أرضا للتسامح ونبذ العنف والتطرف، حاضرة فريدة عند استقبالك، مريحة عند مقامك، ويشدك إليها الحنين بعد رحيلك. أجواء ملؤها التآخي وتبادل المعارف والتجارب في انتظار بروز وجهات جديدة تعطي للثقافة حقها في تطوير الذات وتحسين نظرتنا إلى إبداع الإنسان دون أن يعمينا الخوف أو التطرف والكراهية. صراحة زيارتي في المغرب وبالذات الصويرة النهار يعني النهاردة الثلاث أيام اللي فاتوا يعني أكدوا لي إن حلمي مش بعيد، إن إحنا نعيش كلنا مع بعض تحت سقف واحد ونتبادل المعارف ونتبادل الفن ونتبادل الحديث. النهاردة الصبح بنتي قالت لي حاجة مهمة جدا كمان، بنتي مسلمة من أب مسلم فتبع الشريعة الإسلامية هي مسلمة، وطول عمرهم بناتي في صراع الجزء المسلم والجزء اليهودي. النهاردة بنتي قالت لي أنا الثلاث أيام دول صلحوا الجزئين بتوعي على بعض، بقيت متكاملة. دي بالنسبة لي دي معجزة، وياريت كلنا في الوطن العربي نحس بالإحساس ده إن إحنا متكاملين، لأن إحنا مش واحد، إحنا ثقافات وديانات وأعراق، إحنا كمان عندنا بادو وعندنا بدو سينا وعندنا النوبيين وعندنا الأمازيغ وعندنا المسلم الشيعة والمسلم السني وعندنا البهائي. يا ريت نتعلم اللي شفناه النهاردة، ويا ريت ناس كتير قوي وفعلا الصحافة المصرية تيجي وتنقل ما يعني معجزة الصويرة. وحتى دون أن يكونوا في القائمة الرئيسية للمهرجان، أبى فنانون إلا أن يحضروا إلى الصويرة لتعلم المزيد حول الموسيقى الأندلسية، معترفين أن تطور هذا النوع الفني في بلادنا لا يضاهى. جئنا هنا لأجل التعلم، لأن المغرب هو أكبر مركز للموسيقى الأندلسية في العالم. حضرنا لنرى عن قرب عمل الأساتذة الكبار. المهم في هذا البلد هو أن موسيقاه لم تخضع للتغيير أو تأثير كبير، فقد حافظت على أسسها عكس ما وقع في دول عدة. And see the masters of Andalusian music in all kinds, and to see, and جئنا to meet them, لنزور معهد الموسيقى ونحضر دروسا حول موسيقى غنا وكذلك، بالإضافة إلى حفلات إذا أمكن الأمر مع مجموعة مغربية من الرباط. For example, we have some masterclass about Gnawa music. We have meetings about Malhoun. We have a concert with a group of musicians, Moroccan musicians from Rabat. مهرجان كانت فيه الثقافة قنطرة عبور للخوض في مواضيع كثيرة بأبعاد كبيرة، فالمصير يبقى مشتركا، ودور المرأة إلى جانب وزن العلوم يختزلان ما يصبو إليه عديد من المشاركين لأجل العودة
إلى رونق أزمان مضت. فعلى مد التاريخ الإسلامي والعربي في المنطقة وفي أيام الازدهار الإسلامي كانت الثقافة هي الأساس، حركة الترجمة، حركة الفن هي الأساس، هي اللي شكلت الوجدان العربي والمسلم بشكل عام. نحن بحاجة إلى العودة إلى ذلك المكان، لأنه التفكير المغلق، التفكير المتشدد خلانا نبتعد كثيرا عن هويتنا الثقافية، وإحنا عطشة كفلسطينيين كنساء وكناس عايشين في صراع، عطشة لموضوع التقارب الثقافي، لأنه هو رح يكون واحدة من الأدوات اللي تخلينا نتخيل الإمكانيات للعيش بسلام في المستقبل. فالثقافة، الهوية الثقافية مهمة جدا، وأنا أعتقد جازمة أنه في القضية الفلسطينية بالذات نحن بحاجة للعودة لهويتنا الثقافية الفلسطينية الشمولية التي كانت قد جعلتنا في يوم من الأيام من أكثر الشعوب ثقافة وتعلما. فهاي الحقيقة لازم نرجع لها كمان مرة لننقذ ما تبقى من الهوية الفلسطينية. أو المخلوق الوحيد اللي ممكن يعطي فرصة للناس إنها تنظر حولها وتشوف أكبر من الصورة الضيقة، لأنه النساء بطبيعتهن الدماغ عندهن يستطيع أن يرى أكثر ما يراه الرجل بطبيعته. الرجل أكثر مهتم بالآن، بالكسب من أجل لقمة العيش للأطفال. المرأة شاركت في هذا البحث من أجل السعي، لكنها لم تتخلى عن وظيفتها في تربية الطفل. وكما قال كثير من الرجال في العالم وأشهرهم نابليون، المرأة التي تهز السرير بيدها تهز العالم بيدها الأخرى. فتأثير المرأة على الأطفال، رجال اللي بدهم يكونوا في المستقبل رجال ونساء المستقبل، كبير جدا. لكن هذا الدور تم تهميشه بعد انتشار الفكر المتعصب، الفكر الديني المتعصب. أول ضحية لهذا الفكر المتعصب كانت المرأة. في مسيرة أي تنمية في العالم، لما أنت بتعمل تهميش ل52% من الشعب إن هو النساء، إذا قضيت على 50% من احتمالية تطور هذا الشعب. النساء المغربية أشرن على حضور جيد من خلال كاريزما وحسن أداء لا يختلف فيهما اثنان، مبدعات لهن وعي بضرورة الإيمان بالنجاح حتى يتحقق المراد، ويحملن على عاتقهن مسؤولية رسم أجمل صورة عن المرأة المغربية المتألقة. غادي نعاود لك واحد القصه صغيره كتضحك شويه. انا واخا مغنيه وفنانه وكان من الموسيقى الاندلسيه، في نفس الوقت طالبه باحثه في الكيمياء الصناعيه، كنحضر الدكتوراه ديالي في مجال الطاقات البديله. فاش كنت باقا كنقرا كانوا بزاف الاستاذات ديالي ما قادرينش يتقبلوا انني كنغني ونقرا، كيقولوا لي واه غادي تغني اذا ما غادي تقدرش تقرا، اذا غادي تكون مفلسه، ما غادي يمكن لكش تقرا وتغني وتعمل كل شيء دقه واحده. غير هذه كنت كنحاول بزاف وعمل زعما نقدر نقول لك نضال بالنسبه لديك الطفله هذيك انها تناضل باش تثبت انها تقدر تقرا وتغني. فما بالك ان في وسط مجتمع اللي ذكوري، ولا زال مجتمعنا للاسف الشديد ذكوري، انه يتقبل معها يمكن كتبان فوق منصه، يمكن كتنجح، يمكن كتعمل شي حاجه مزيانه. ولكن لكي لا نعمم، كاين ناس اللي بالعكس كيشجعوا المرأة انها تكون مزيانه، بالعكس كيفرح لك الا عملتي شي انجاز مزيان. ويمكن ها انت راجل كتحورني وفرحان انك كتقدم يعني مرأة مغربيه في هذه الحله، فيعني ما غنكونوش ما نعمموش، ولكن باقي خصنا وعي اكثر. وسط هذا الزخم الفني الرائع حضر الأطفال كذلك ليستكشفوا روعة المكان
ويشب على تقبل الآخر في إطار الاحترام دون التنازل عن المبادئ. تحدث الكثيرون عن قيمة التسامح كاختيار يؤمن تطوير الذات والبلاد في أجواء صحية يسودها التفاؤل. والجميل على الركح كان تعاقب الأجيال دون أن نحس أن الموسيقى الأندلسية تتغير في روحها وكينونتها، فحلق أفضل خلف وحيداً خالقا الفرجة، والأروع أن السلف لا زال في أوج العطاء والتوهج. كنحسوا بالتسامح، يعني كنحسوا من خلال يعني الحياه ديالنا المعاشه يوميا، كنحسوا بان كاينش فرق ما بين هذا مسلم وهذا مسيحي وهذا يهودي. الحمد لله، ويعني خير دليل هو مثل هذه المهرجانات اللي كتحيي هذا المبدا ديال التسامح. ويعني انا كنغني ما كنعرفش هذا مسلم ولا هذا يهودي ولا هذا مسيحي، كنغني للانسانيه البشريه. يعني ما خصناش نحكموا على الانسان هذا لا يهودي هذا مسيحي هذا مسلم، كلنا سواسيه الحمد لله. والمهم عندي هو احترام الاخر والتسامح فقط. كما كيعرفوا الناس وكما كيعرفوا الفنانة أن هذا المهرجان الصويرة هو ماشي فقط تظاهرة فنية، بل هو ملتقى ديال بزاف ديال الديانات وبزاف حتى ديال الشعوب. يعني كيجيو ناس من مختلف دول العالم باش يحضروا لها التظاهرة الفنية هذه، وحتى لي زارتيست ماشي كلهم من جهة واحدة، كيكونوا من بزاف ديال البلايص. طبعا هذه واحد الحاجة اللي مهمة بزاف، اللي خصنا حنايا اترافيغ لاغ نوصلوها لكافة الناس يعني في المجتمع. هو إذا غادي نشوفوا بنظرة إيجابية ونظرة تفاؤلية، المغاربة والشارع المغربي بدا كيتقبل نوعا ما الاختلاف، ولكن ماشي كافي. يعني هذا الشيء ماشي كافي، لازم أن الناس تكون أكثر تفتح، أكثر إيجابية، أكثر تقبل للغير وأكثر تقبل للاختلاف، لأن الاختلاف هو ماشي شي حاجة خيبة. يعني واحد مختلف معنا ماشي شي حاجة خيبة، بالعكس حاجة مزيانة. احنا المغرب الحمد لله يعني منذ قديم الأزل المغرب بلد التسامح، بلد التعايش، بلد الاختلافات وبلد المناطق المختلفة، بحيث أن ماشي غير الاختلاف الديني أو الاختلاف الفكري، فعنا ثقافات مختلفة في بلد واحدة. عنا جبالة، عنا شلوح، عنا صحراوة، عنا الأمازيغ، عنا كيف الناس الداخل، احنا كيف كنقولوا احنا في تطوان. المغرب هو واحد البلاد اللي ربي يعني يمكن فضلوا على بزاف البلدان خيم بهذا التنوع. إلى جانب الموسيقى وهمسات ريشة الفنانين عبر لوحات معروضة وصبحيات مخصصة للحوار، حضر عديد ممن لهم اختصاصات أخرى وجدوا في مدينة الصويرة عموما وفي أجواء المهرجان خصوصا أفكارا تنعش الخواطر وتوحي لمن تاه بين الأزقة والدروب مشاريع جديدة وتوليفات قد تفيد. إنه شيء رائع ما يحدث هنا صباحا، نقاشات مهمة وكلمة مفتوحة دون بروتوكول. يمكن لأي شخص أن يعبر عن رأيه. أظن أن الكلمات هي أول دواء يمكن أن يشفي الآلام، وأعتقد أن هذا الأمر ينفعنا كثيرا في المغرب. أماكن للتفكير وتقاسم المعطيات، نعم
أنا متفائل وواقعي. مغربي فرنسي عاش في فرنسا وقرر العودة إلى بلده الأم. تركت المغرب وسني 6 أشهر وعدت لأنني أريد أن أساهم بكل تواضع في هذا البناء. بناء دولة منفتحة يشتغل فيها الناس على المساواة بين الرجل والمرأة ويحافظون على تنوع ثقافة وغنى وتاريخ هذا البلد. أحس بنفسي كطفل هنا في المغرب عندما أكتشف ثقافات أخرى لم أكن أعرفها قبل هذا. وهذا هو الدواء بالنسبة لي. أجد أنه من خلال هذا النوع من المواعيد الثقافية نضع مبدأ التسامح في الواجهة. رمزية السلام كذلك من خلال تقديم الموسيقى الأندلسية ببصمتيها العربية واليهودية. وهناك تناسق بين هذه الثقافات وهذا شيء جميل. شيء نجده في مهرجانات أخرى مثل مهرجان غناوة. لكنني أؤمن بأن للأندلسية الأطلسية بصمة خاصة من هذه الناحية. هو إذن مهرجان غاص بنا في تاريخ وحاضر ومستقبل الموسيقى الأندلسية دون إخفال أهمية الحوار في تبادل وجهات النظر دون ضغوط أو توجيهات. موعد فني كبير يحسب لمنظميه أنهم يرسخون كل سنة من خلاله مدينة الصويرة والمغرب كمحطات عالمية للتسامح وتقبل الآخر وتطوير الفنون.